دي مدام سهير من سكان العقار المايل. مدام سهير اهلا بيكي، اهلا بحضرتك، وبنتها الاستاذه رانيا، استاذه اهلا رانيا اهلا بيكي. بحضرتك، اهلا رانيا بحضرتك. قولي لي انت عشت الموقف، عشتيه انا ازاي، ايه اللي حصل؟ لا انا اعصابي ثابت، يعني كان يوم فظيع. انا والدتي اتصلت بيا، انا كنت خارج البيت، فبتقول لي الحقيني يا رانيا، النور قطع، البيت بتهز يمين وشمال، وفي فزع في الشارع. ما كانت والدتي قاعده مع ابني الصغير يعني، فانا ما كنت في المنطقه يعني مش بعيده عليها، فلقيتها بقى بتقول لي الحقيني والنور قطع ومش شايفه حاجه وفي فزع والبيت بيقع وهموت. فانا طلعت، ما حدش عايز يدخلني اي شارع حوالين المنطقه، ومعامله سيئه جدا من العساكر انهم والضباط، قفلوا المنطقة كلها معاملة يعني. سيئة، مش عايزين يتفهموا ان احنا ان انا ممكن انجد، لان الكل عمال يجري، والدتي لوحدها ومعاها طفل صغير، فما فيش تفاهم في الموضوع خالص ولا مفهمين الوضع. فالمهم، فرحت لقيتها في حالة انهيار فظيعة، والنور قطع، وهي مش قادرة تفكر، وطبعا سابت كل ما تملك في الشقة. ما يعني احنا بس كنت يعني بفكر ان انا انت خدتيها ونزلتوا بقى يعني. ووالدي برضو حضر الموضوع، لانه كان تحت البيت، واول ما شافه بينهار سبقني. فبس مدام انا سور، انت حسيتي اه بالهزة؟ ايوه انا كان معايا بقى الطفل الصغير اللي هو ابنها، وكنت قاعده انا وهي، وكانت نزلت يعني تجيب شويه حاجات، فلقيت بقى فرقعه فرقعه فظيعه. وبعدين النور اتقطع وراح البيت مال كده ومال كده. انت حسيتي بما ايوه بما ايوه ايوه بالبيت هو ايوه بيميل زي حضرتك، ايوه المرجيحة كده ايوه يعني. انا النجف عندي حضرتك راح كده وجا كده، النجف فوق جا راح كده وجا كده، النجف راح كده. فانا بقيت مش عارفه اتصرف ازاي. الولد خدته في حضني صغير، وانا مش قادره انزل، والدنيا ضلمه، واتشهدت وقلت لا خلاص انا كده دي نهايتي. وقلت له حبيبي انا وانت هنموت في الوقت ده هوت وكده وبتاع ومش قادره. فشويه بقى وجت رانيا يعني كل وباباها، ده قاعدة بتتكلمي كم مش سنة قادره تنزل بيه، الطفلة؟ مش عنده قادره، سنتين. مش سنتين. قادره سنتين تنزل. وانت ايوه بتكلمي وتقولي له يا لا ابني انا احنا كده حضنته هنموت استاذ وائل، انا حضنته حضرتك، ومسكته كده وقعدت قلت له انا عمري من عمرك، ومعلش انا مش قادر انقذ ولا انزل بيك خالص، لان انا لو نزلت كله بيه عمال ممكن يجري ان هو طبعا. يقع مني، ممكن كده يعني، اكيد يعني هيبقى فيه مسببات مفيش غلط يعني. اسانسير بقى، سلالم مثلا. فاكيد فبصيت لقيت هما بقى بيفتحوا الباب، وراحت واخده ابنها، وانا رحت لابسه بسرعه ورحت نازله كل ممتلكاتي يا استاذ وائل، وكل حاجتي في الشقه، وانا 35 سنه بشتغل، وكل ما املك بقى يعني حضرتك بقى، أنا فاهم بقى. يعني الكلمه كده حضرتك بقى تشوف، كل ما املك شقى عمري كله في الشقه، ونزلت بالبلوزه والجيب بس، وبس يعني سايبين كل وكل ما متعلقاتكم وكل كل ممتلكاتكم وكل وكل فلوس. العمر استاذ كله. كله انا، ما يعني الحاجه الوحيده اللي انا فكرت فيها النجاه، ان انا طبعا، انزل. لكن انت شفتي بس فعلا احنا يعني اصل يعني اللي يعيش ممكن الموقف نلحقه ده، اهو يعني يعني. انت البرج المايل ده اللي انا شايفينه انت شفتيه حسيتيه وانت جوه ايوه بيهزل، بس ما ايوه كانش استاذ لسه وائل مات. حضرتك بقول لك النجف والدولاب عمل كده وعمل كده، يعني الاساس بتاع البيت راح وجه، والنجف راح وجه، يعني طبعا ده انا حسيت بيه خالص يعني. فانا كنت بقى بترعش وفي ذهول ومش عارفه اعمل ايه بس وكده، ونزلت بصيت لقيت بقى المطافي والاسعاف، العقار رقم 18، ينزلوا حالا حالا، لان البيت بيقع حالا دلوقتي، البيت بيقع. فتخيل بقى استاذ حسن، استاذ الموقف بقى، ان هم يقولوا كده وانا مش عارفه انزل بس وكده. فانا طبعا ده استاذ موت وائل، بطيء انا للسكان في الناس. ايوه. اتفضل. وبعدين يا استاذ حضرتك وائل، محدش حذرنا من البيت، البيت كان ما فيهوش حاجه يعني، المفروض لو حد قال لنا لا، يعني انت سمعتوا كلام رئيس مهندسين. الحي من شوية ده؟ ايوه 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 متابعين مع كل حضرتك. ده كلام مش مظبوط ما يا استاذ حصلش وائل. خالص، حضرتك اخر اهمال يا حضرتك استاذ انا وائل. رحت باب شرقي عشان اعمل محضر لاثبات استاذ حاله، ام حصل لقيت شيء المعامله للاسف بتاعت شديد. الضباط فظيعه. اتفضلي
حدش يجي لنا هنا، في مأمورة عندكم قدام البتاع. طب نتفاهم، طب لا 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 مفيش تفاهم، اتفضل. اروح للمأمور واقف قدام العمارة واكلمه اقول له انا في الممتلكات بتاعتي وده وكده، وممكن اي حد مثلا يعني يطلع لنا بلكونه من ورا، ممكن يطلع. انا يعني هو انا ننحق بتهيألي الموضوع، يعني العمارة لسه امل ما قعدتش يعني يعني لو العمارة ده لسه لو ما سمحت يا قعدتش. جماعة في تليفون